شكرا لكم جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى في درس جديد من دروس منهج Time for English. إن شاء الله النهاردة مع بعض هناخد Unit 4 اللي هي بعنوان In Town، حرف الجر إن معناها في، تاون مدينة صغيرة، في المدينة. طبعا عندنا City مدينة كبيرة، تاون مدينة صغيرة. وكالعادة قبل شرح يا ريت رجاء منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد من على القناة، وطبعا مشاركة الفيديو مع أصحابك، ولو ليك أي تعليق بالسلبي أو بالإيجاب تكتبه لي في خانة التعليقات أسفل الفيديو. ونبدأ على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. Lesson 1 Conversation Time، وقت المحادثة. ناخد دلوقتي الكي فوكابلري، الكلمات الجديدة. طبعا كلمة excuse me اخدناها قبل كده، كلمة excuse me معذرة نحفظها من x بعدين excuse، excuse me معذرة. block مش بلوك، لا block عمارة سكنية، هنا الناون اسم يعني. museum متحف، museum مش museum، لا museum، نحفظها من mu في الاول um في الاخر، سهلة. mu UM في نص SE، ميوزيوم متحف. turn right turn left، turn right اتجه يمينا، turn left اتجه يسارا، right and left. far بعيد. هنا ناخد مجموعة verbs افعال، واحنا قلنا اخدنا في unit 1 2 and 3، unit 1 2 و 3 اخدنا الافعال، يا اما الفعل يكون منتظم irregular او غير منتظم irregular، الفعل يا اما منتظم او غير منتظم. الفعل المنتظم الباست منه اخره اي دي، زي لوك فور، لوك فور يبحث عن، ده فعل منتظم دي، ده فعل منتظم. ووك يمشي، ووكت مشى منتظم. تيرن يستدير، تيرنت استدار، ده منتظم. اما النوع الثاني الغير منتظم سي يقول، سيد قال، طبعا ده فعل غير منتظم عشان الماضي منه مش سيد زي اللي فوق دولت، لا سيد. think تي اتش هنا ثاء زي حرف الثاء في العربي، think مش sink، عشان sink قلنا في يونت 3 قلنا sink معناها يغوص او حوض الميه اللي في المطبخ عندنا، think يعتقد، thought اعتقد. كلمه block معناها عماره سكنيه او مجموعه من العمارات محاطه بشوارع من كل جانب. لما اقول على الشمال او على اليمين on the left، على اليمين على الشمال على اليسار، on the right على اليمين. الجي والاتش في كلمة right دول silent letters right. Let's read the conversation together. Listen carefully please. نقرأ المحادثة مع بعض، نسمع كويس ونلاحظ في القراءة ان انا مش بقرأ قراءة جرانيل، لا نقرأ كقلنا قبل كده، ونأكد انك لما تيجي تقرأ خاصة المحادثات كأنك انت اللي بتكلم، مش بتقرأ بس كأنك كقراءة، لا يعني زي ما قلنا عيش الدور، عيش الدور كأنك انت المتكلم مش القارئ. المحادثة between a girl and a man، بنت والرجل. The girl is looking for the museum، البنت تبحث عن المتحف. The man is helping her to find it، الرجل بيساعدها في إيجاد المتحف ده. بتقوله picture number one excuse me معذرة، I'm looking for the museum. Is it far? I'm looking for ابحث عن المتحف، هل هو بعيد؟ Is it far؟ طبعا اخذنا في الكلمات من شوية انه فعل look ما خدناش ing معاه، طب ايه اللي جاب ing بعد look؟ عشان في am، واخذنا قبل كده قلنا am و is و are مضارع مستمر present continuous، لما يكون الفعل قبله am و is و are هيكون بعد منه ing، looking for ابحث عن المتحف. Is هل it اللي هو الميوزيوم، هل هو far بعيد؟ قال لها not really يعني ليس حقا، يعني مش بالظبط كده. picture numbers هنا امشي او يعني بالبلدي كده عدي عمارتين، بعد كده turn right استدير يمينا، it's on it اللي هو الميوزيوم، it's on على the left على اليسار. picture number 3 الصورة الثالثة، البنت بتتأكد من كلام الراجل عشان كده بتقول له did you say turn right or turn left،
هل أنت قلت؟ طبعا did بدل الفعل في الانفينيتيف في المصدر. say turn right or turn left، لف يمين ولا شمال، هنا or معناها ولا أو، أم يمينا أم يسارا، يقولها نفس الكلام turn right it's on the left، turn right لف يمين it's on the left على اليسار. picture number 4 طبعا هنا بتشكره بتقوله thank you very much مش thank you، thank you very much شكرا جزيلا. بيقول لها you're welcome، you're welcome على الرحب والساعة، have fun تمتع بوقت. choose the correct answer from A B C or D، نختار طبعا حسب ما جه في المحادثة أو حسب الجملة نفسها. number one did على طول، did بعدها الفعل في المصدر، did she بعدها الفعل في الانفينيتيف من غير إضافات. طب فين الفعل هنا من غير إضافات؟ said to say says say، الفعل بدون إضافات اللي هو say، did she say، هل هي قالت، did she say. number two out there is a bus behind you، في أتوبيس جاي ورا منك. take out watch out took out say out، لو فاكرين في unit 3 لما الأم قالت لابنها احترس قالت له watch out watch out مش watch out لا watch out احترس. number 3 turn right لف يمين، turn right it's not the left، احنا قلنا الاتجاهات قبلها حرف جر on، on the left او on the right، on the left. number 4 excuse me مدرسة، am for the library المكتبة، am looking for talking for drawing for cooking for، طبعا هنا ابحث عن، ابحث عن معناها looking for، ابحث عن المكتبة. rearrange نرتب الجملة ديت، قلنا نبدأ بالكلمة اللي تحتها خط او الكلمة الاولى حرف كابيتال، هنا am، am واحنا قلنا am is are بعد من verb plus ing بعد من فعل ing، am looking ابحث عن، am looking for the museum ابحث عن المتحف. number 2 you did say right turn، نبدأ بديد اللي بعدها الفاعل، ديد أخذنا في unit 2 1 2 3 did he she they we you أيا كان الفاعل بتاع الجملة، هنا الفاعل هو you، did you بعدين الفعل في المصدر من غير إضافات، did you say turn right هل قلت لف يمين. number 3 two and walk blocks turn left، walk لما نلاقي في المحادثة عدي أو امشي أو مرتين، walk two blocks walk two blocks and turn left ويلف يسارا. number 4 the on the museum is left، نبدأ بthe museum اللي هو it، it بعدها is، the museum is on the left على اليسار. نركز شوية في السؤال ده عشان السؤال ده من ضمن الأسئلة الصعبة اللي بتقابلك في الامتحان، اللي هو عبارة بيقولك look and write a paragraph of four sentences، نكتب أربع جمل على الصورة ديت. قلنا عشان نحل السؤال ده صح اسأل نفسك أسئلة وجاوب على الأسئلة ديت وعمل بيهم جمل. number one السؤال الأول تسأله لنفسك إيه اللي موجود في الصورة؟ إيه اللي موجود في الصورة؟ ولد وبنت أو شخصين، هقول there are ونسيب في أول سطر بس نسيب مسافة قد كلمة، نبدأ هنا مثلا there are يوجد two persons شخصين أو a boy and a girl بنت ولد full stop، ونكمل بعد كده بجملة جديدة بحرف كابيتال، هما فين الشخصين دولت؟ دي السؤال التاني، ده السؤال التاني، هما فين؟ they are in the street they are in the street هما في الشارع. الجملة التانية اهي full stop نقطة، ونبدأ الجملة التالتة بحرف كابيتال الجديد. طب ايه اللي بيحصل في الصورة؟ هنا البنت دور على حاجة مال وليكن المتحف، قول the girl is looking for، جه في المحادثة I am بدل I am she is أو the girl is، the girl is looking for the museum البنت تبحث عن المتحف full stop. بعدها جملة تانية أو جملة رابعة، السؤال الثالث أو السؤال الرابع تسأله لنفسك هنا الراجل ده بيعمل أولاد بيعمل ايه؟ بيساعدها في إيجاد المتحف، قول the boy أو the man، هنا the boy is helping her is helping her بيساعدها find the museum في إيجاد المتحف. آخر جملة الجملة الخامسة نبدأ مش نكتب مش أربعة بس، أربعة خمسة ستة كل ما تزود كل ما أحسن بالنسبة لك. the museum is not far the museum isn't far المتحف مش بعيد it's on the left على اليسار. listen to درس التاني عبارة عن قلنا زي ما خدنا في unit 1 2 and 3
فعل ومفعول، كل فعل له مفعول، كل verb له object. مثلا أول حاجة see a film، see a film، يرى أو يشاهد film، see a film، see a film. Download a video، download a video، نحفظ download. طبعا download a video يعني يحمل فيديو من على النت. down لوحدها وبعد كلمة load، download a video يحمل فيديو. ride the bus، ride the bus، ونقراها ride مش ride، ride the bus يركب الباص. send an email، send an email، send an email يبعت email. buy an ice cream، buy an ice cream مش ice cream، buy an ice cream يشتري ice cream. get a haircut، get a haircut ممكن نقول على بعضها get a، get a haircut، get a haircut عشان التي لو بين حرفين متحركين التي هنا نطقها د د د، get a، get a haircut يعني قص شعر. take a taxi، take a taxi، take a taxi يركب تاكسي. visit a friend، visit a friend، visit v i s i t، visit a friend كلمة friend f r i e n d، f r i e n d كلمة friend صعبة شوية نحفظها كده نغنيها f r i e n d، f r i e n d friend يزور صديق. نقولهم مع بعض تاني ونركز ان كل فعل له مفعول، كل فعل وله مفعول او العكس، كل مفعول قبل فعل الخاص به. مثلا ناخد مع بعض see a film، see a film، download a video، download a video، ride the bus، ride the bus، visit a friend، visit a friend، buy an ice cream، buy an ice cream، send an email، send an email، get a haircut، get a haircut، take a taxi، take a taxi. ونركز تاني كل فعل وله مفعول خاص بي. choose the correct answer from A, B, C or D. number one he is going to a haircut، ايه الفعل مع haircut؟ ride a haircut، get a haircut، see a haircut، send a haircut اخدناها. ايوه get a haircut يقص شعر. number two she likes to download اخدنا يحمل ايه؟ taxi، bus، radio، video، download a video يحمل video. number three Salma wants to، Salma تريد an email، ترسل email، يرسل email معناها drive an email، take an email، send an email، visit an email. طبعا send يرسل او ترسل عشان سلمى تريد ان ترسل email. number four he is going to a friend صديق، يعمل صديق visit، send، buy، eat. طبعا ما ينفعش eat a friend يأكل صديق او يشتري او يرسل، لكن visit يزور صديق. ودلوقتي هنتعرف على حاجة جديدة خالص، زمن جديد اللي هو future، future with going to. اخدنا في سنة رابعة present simple، واخدنا سنة ثالثة present continuous مضارع مستمر، وبعدين مضارع بسيط، واخدنا past simple في سنة خمسة في unit 1 2 and 3. هناخد دلوقتي ندرس future simple المستقبل البسيط with going to، مع going to، عشان في future simple برضو مع will أنا سوف، going to برضو معنا سوف، وفي مستقبل مع المضارع المستمر، وفي مستقبل مع المضارع البسيط. هنا هنركز على future with going to. بصفة عامة المستقبل بتكلم عن to talk about an action، للتعبير أو الكلام أو لوصف حدث that is going to happen in the future، اللي هيحصل في المستقبل. وطبعا المستقبل مع going to لازم يكون في نية وتخطيط الفعل ده. مثلا I'm going to travel to Alexandria، أنا سوف أسافر إلى اسكندرية، هنا في نية للسفر. على سبيل المثال for example I'm going to visit my friend، I'm going to visit my friend، أنا سوف أزور صديقي. He is going to take a taxi، he is going to take a taxi، سوف يأخذ تاكسي. They are going to see a film، they are going to see a film، هم سوف يشاهدوا الفيلم.
وزي ما قلنا قبل كده في نوت 1 2 اند 3 الماضي له شكل خاص بيه اللي هو الفعل يكون منتظم او غير منتظم. نفس الكلام المستقبل مع جوينج تو له شكل خاص بيه. طب من خلال الجمل ديت ايه شكل المستقبل مع جوينج تو؟ الفيوتشر مع جوينج تو بيكون شكله ايه؟ بيكون ام از ار، ام او از او ار حسب الفاعل، اي بعدها ام. طبعا الكلام ده عارفينه من زمان، ام اي ام اللي هي ام، هي از، شي از، ات از او اسم مفرد، عادل از، احمد از، ندى از، هدى از، they are، we are، you are او اسم جمع are. وبعد ام از ار going to زي ما احنا شايفين. وبعد going to الفعل، فعل معين؟ لا، اي فعل بس اهم حاجه يكون الفعل في الانفينيتيف في المصدر، فيز في المصدر من غير اضافات، تيك في المصدر، سي في المصدر. يبقى شكل الفورم بتاع الفيوتشر with going to بيكون am is are حسب الفاعل السبجكت، بعدين going to نفسها، وبعد going to الفعل في المصدر. ده شكل الفعل في المستقبل مع going to. وطبعا لازم نتعرف على شكل النفي. النفي عندنا في كل زمن في اثبات ونفي. الاثبات مع going to مثلا he is going to او I am going to see، am going to see. اما النفي بنوت. هنا النوت مع الفيوتشر في going to بعد am و is و are not، am not، isn't او is not، aren't او are not. بالمناسبة شوفوا isn't قلنا is not او isn't، are not او aren't، لكن ما ينفعش اقول amn't، am not وخلاص، خطأ اقول amn't، am not. اما is not او isn't، are not او aren't. بعد طبعا بعد كده going to زي ما هي والفعل في المصدر. هنا النفي هنضيف not بعد am is are. مثلا I am going، لو قلنا I am going to see a show، انا سوف اشاهد العرض. نفيها انا مش هتفرج على العرض ده، هقول ايه؟ am not، am not going to see a show، لن اشاهد العرض. she is going to buy، دي جملة مثبتة. لو قلنا she is، لما نقول she is going to buy an ice cream، هي سوف تشتري، دي جملة مثبتة، هتشتري. طب من نفيها ايه؟ she is not او isn't، she isn't going to buy an ice cream، هي لن تشتري الايس كريم. الفراغات بهذه الكلمات. وطبعا لو ملاحظين هنا اربع فراغات وخمس كلمات، معنى كده انه في كلمه زياده. today is a busy day، النهارده يوم مشغول. I'm going to send، انا سوف ارسل. اخذنا الافعال اللي اخذناها من شويه، كل فعل له مفعول. send an email، send an email، ابعت ايميل. to my friend احمد، لصاحبي احمد. طبعا هي مفيش كوم، المفروض كوم هنا غلط. I'm going to a video، انا سوف فيديو. ايه الفعل مع فيديو؟ اخذنا download a video، طبعا نحذف على ايميل و download. I'm going to download a video. I'm not to visit، طبعا هنا to بعدين المصدر، هنا في am، تبقى am going to، هنا I'm not going to visit my grandmother، لن ازور جدتي. نحذف على going، عندنا skiing و haircut. I'm going to get a، get a، get a، احصل على get a haircut، get a haircut. then I'm going to buy some popcorn but I'm not going to buy an ice cream. choose number one، I going to، احنا قلنا going to قبلها am او is او are حسب الفعل. هنا الفعل I، ايه اللي بعد I؟ طبعا I am، ما ينفعش is ولا are ولا have، am، I'm going to. number two، he going to، هنا going to قبلها am او is او are حسب الفعل. فعل هي تبقى he isn't او he is، he isn't going to take a taxi، he isn't. number three، I'm going to بعد going to الفعل في المصدر، والفعل في المصدر الفعل بدون اضافات. I'm going to buying both buys buy، المصدر طبعا واضح buy. number four، she is have lunch، is بعدين المصدر، ال ناقص going to، عشان going to قبلها am is are بعدها الفعل في المصدر. rearrange، نرتب الكلمات دي عشان نعمل جملة مفيدة. number one، do، how، like، you، your hair. do طبعا فعل مساعد بعد how، like تحب، you انت، your hair شعرك. السؤال نبدأ به هو، how do you، how do you، وبعد الفعل، الفعل في المصدر، how do you like your hair.
يعني انت حابب شعرك يكون ازاي، عاوز تقصه ازاي، باي شكل، باي ستايل. How do you like your hair? Number two, she is visit going to a friend. نبدأ بالكلمة اللي أولها capital letter اللي هي is. Is معناها هل. Is she, هل هي. Is she going to visit a friend? Is she going to visit a friend? هل هي سوف تزور صاحبتها؟ طبعا question word, question mark, sorry. علامة استفهام. Number three, ندى going to is eat an ice cream. نبدأ بندى الأولى capital. ندى يعني she, وإحنا قلنا هنا going to قبلها am is are, بعدها الفعل في المصدر. ندى is going to eat an ice cream. Number four, send, she is going to email and. نبدأ بالكلمة الأولى capital letter. في الامتحان طبعا ما تقلقش هجيب لك الكلمة تحتها خط. She is, هنا في going to, تبقى she is going to بعدين الفعل في المصدر. فين الفعل عندنا؟ send. She is going to send an email. ونركز برضو على السؤال ده اللي هو صورة وعليها سؤال وإجابة. انت تعمل سؤال وتجاوب على السؤال ده. Look and write a question and its answer. انظر واكتب سؤال وإجابته. هنا ممكن نسأل سؤال ماذا فعل في الماضي او ماذا يفعل في مضارع مستمر. الاحسن الاسهل ماذا هو يفعل. What is he doing? What is he doing? I injection في is, ماذا يفعل. الإجابة هنعكس طبعا he is, is he هتكون he is visiting his friend. How he is visiting a friend, يزور صديق. He is visiting a friend. السؤال الثاني، الصورة الثانية، ماذا يفعل أو ماذا هي تفعل. What is she doing? What is she doing? ماذا هي تفعل. الإجابة السؤال فيه is she, نبدأ بشي is ناكس. She is downloading a video. She is downloading a video. هي تحمل فيديو. آخر درس طبعا لو ملاحظين هنا الكلمات كلها آخرها L-E. L-E في النطق، نطق الكلمات دي هنلاحظ إن الإي قبل الإل، لكن كالكتابة في الكتابة الإل والإي. مثلا كلمة candle، شوفوا candle candy. اللي مش فاهم هيقول C-A-N-D-E-L، لكن الصح L-E candle. candle مش candle، candle شمعة. battle معركة خناقة يعني. bottle زجاجة. cattle كلمة cat. لو ملاحظين هنا TT نفس المقطع، نفس الأربع حروف TTLE ما اختلف أول حرفين من كل كلمة. cattle كلمة cat. cattle ماشية، قطيع من المواشي. ripple جام كلمة apple لازم نحفظها، بدل A R I تبقى ripple موجة صغيرة. uncle مش uncle، لأ uncle عم أو خال. bicycle مش bicycle هتساوي bike دراجة. beetle يعني خنفساء. nile مش نايل، لأ nile نهر النيل. ميدل منتصف او وسط. نودل نوع من المكرونة. تيرتل اخدناه في الرابع قبل كده. تيرتل سلحفة. ريدل او بازل يعني لغز. ليتل قليل او صغير الحجم. ليتل. بودل بركة مياه. سادل سرج الحصان، الحاجة بتحط على ظهر الحصان. شوف هنا بودل دي دي ال اي، سادل دي دي ال اي، نفس النهايات مع تغيير بي يو اس اي، وطبعا تغيير معنى الكلمة النهائية. طبعا هنا ريدل نفس الكلام دي دي ال اي. نقول تاني في الكلمات دي كلها، طبعا حاجات دي نحفظها. في الكلمات دي كلها الاي قبل ال في النطق، ال في النطق، لكن في الكتابة ل e
بيتل باتل بوتل كاتل ريبل انكل بايسكل بيتل نايل ميدل نودل تارتل ريدل ليتل بودل سادل. Choose number one. The beetle الخنفساء is the middle of the puddle. عايز اقول الحاجة دي في منتصف. ايه معنى في منتصف؟ In the middle of. In the middle of. In the middle of. In the middle of. في منتصف. في وسط. الخنفساء تكون في وسط البركة. In the middle of. على بعضها. In the middle of. In the middle of. In the middle of. Number two. Her uncle عمها is a bicycle. عمها على. إيه معنى ركب العجلة؟ At a bicycle ولا in في ولا on على on a bicycle on. Number three. She is thirsty. هي thirsty عطشانة. خدناها في من three. She wants a of water. هي تريد إيه من المياه؟ Beetle خنفسة مياه. Battle ولا lake ولا bottle. طبعا bottle. زجاجة مياه هي عطشانة عشان كده عاوزة إزازة مياه bottle. Number four. My horse has a black. الحصان عندي عليه black. إيه اللي بيكون على ظهره؟ black saddle riddle noddle cattle. طبعا saddle السرج بتاع الحصان بيكون على ظهر الحصان saddle. السؤال ده من تاني صورة وعليها سؤال وإجابة. هنا صورة bicycle أو bike. اكتب سؤال عليه. السؤال مثلا هقول أبسط سؤال what's this. What's this. ما هذه. It's a bike أو a bicycle. عاوز تكون مميز شوية هنقول how do you go to school. How do you go to school. كيف تذهب إلى المدرسة. I go to school by bicycle أو by bike. أذهب بالدراجة. Number two. شمع. أبسط سؤال what's this. What's this? ما هذه؟ الإجابة It's a candle. It's a candle. إنها شمعة. Circle the old word and replace it with the correct one. طبعا السؤال ده دايرة عمد المختلفة من بدلها بكلمة مطابقة لباقي الكلمات. Number one. Turtle. Tiger. Saddle. Lion. Turtle سلحفة is an animal. Tiger برضو animal حيوان. Lion animal حيوان دي بقى. Turtle, tiger, lion دولت animals حيوانات. لكن saddle is not an animal. دي مش حيوان. دايرة عن saddle بنجيب أي حيوان. Dog, horse, cat أي حيوان. Number two. Lake, sea, puddle, bottle. Lake بحيرة. Sea بحر. Puddle بركة مياه. Bottle طبعا زجاجة. من الواضح دولت حاجة أماكن مائية. Bottle زجاجة دايرة عندي bottle. ونجيب بدلها أي شيء في مياه. نايل مثلا نهر النيل نايل أو ليك موجودة نايل تمام أو كانال أو حاجة اسمها أوشن. أوشن معناها محيط. Number three. Bicycle uncle brother mother. طبعا mother brother uncle are persons أشخاص. دايرة عن bicycle عجلة هنجيب بدلها شخص. Sister أخت أو. Number four. In turtle for at. طبعا turtle سلحفة. In for at are prepositions حروف جر. لكن turtle is an animal. دايرة عن turtle بنجيب أي حرف جر. On under next to. Number five. Dish pot cup pour. Dish طبق. Pot إناء حلة يعني. Cup فنجان. Park حديقة أو منتزه. طبعا واضح إنه دول طبعا أشياء في المطبخ. أما park ده مكان. دايرة عند بارك ونجيب أي شيء متعلق بالمطبخ اللي هو مثلا سبون. سبون خلينا في نت وان. نجيب مثلا فورك شوكة. تري صينية. بليت طبق مسطح. أوكي وبالطبق المسطح نكون خلصنا يونت فور. الرجاء منكم لو فهمنا الدرس ما ننساش نضغط على علامة اللايك وطبعا شير للفيديو مع أصدقائك وما ننساش برضو الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات. وبليز من فضلكم ياريت التعليق مهم جدا. التعليق مهم جدا عشان أشوف مدى هل فهمتم الدرس أو لا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مستر عبد الشريف. See you. إن كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيلا.